اتكلم عشان استقبل كابتن حشيش. جونين حلوين وفيهم فكره وزي ما قلت لحضراتكم ان الراحه بتفرق، بدليل ان الشوط الثاني مستوى النادي الاهلي يتحسن بشكل كبير جدا. ما كناش كويسين الشوط الاولاني، ولكن تمام. دلوقتي بتحصل يا جماعه ان انت ما تبقاش كويس، ما فيش ماتشات هتفضل فيها طول الوقت كويس، لكن انت ما كنتش كويس الشوط الاولاني لاسباب، واسباب واضحه وكتير وكل حاجه. ولكن هو ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ الشوط الثاني عشان انت فريق قوي وفريق واقف على رجلك، نزلت خلصت الماتش في نص ساعه او في ثلث ساعه، جبت جونين، وجونين الجونين احلى من بعض، والجونين طريقه لعب هذا الرجل اللي انا بشوف ان هو رجل عبقري حتى في تصريحاته بالمناسبه، ان هو دايما بيتكلم بشكل جيد عن كل حاجه، وهقول لكم ازاي. ولكن وسام بيثبت من يوم لاخر قد ايه ان احنا عندنا مهاجم جيد حتى هذه اللحظه. اتمنى له ربنا يبعد عنه الاصابات، وربنا يبعد عنه كل حاجه وحشه، لانه وسام الحمد لله والشكر لله. انا كنت من اوائل الناس اللي عملوا معاه لقاءات، او انا اول حد عمل معاه لقاء من خلال قناه الاهلي، وقلت لكم على الهوا، وانا اتذكر قلت لحضراتكم ان وسام سينجح نجاح ان شاء الله نجاح باهر مع النادي الاهلي. كل اللي فاتكم واللي جاي كوم تاني. الاهلي لو في حالته الطبيعيه او في حاله لاعبيه الطبيعيه ان شاء الله ربنا يكرمنا، مش بيراميدز نكسب اي حد، مش بتكلم على بيراميدز، ولكن انا هنا اكسب اي حد، لانه الاداء اللي انا شفته في الشوط الثاني وجزء برضو من الشوط الاول، عشان لا ننكر حق كل اللاعبين اللي موجودين لانهم كلهم هيبقوا ان شاء الله جاهزين لمباراه يوم الجمعه اللي جايه، اداء رائع جدا خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الثاني ان ده اللي بيدل على ان انت كاهلاوي اقعد مطمن، اقعد واعرف ان انت عندك فريق كله رجاله، فريق ناس بتموت نفسها. بصوا اللعيبه يا جماعه، وش اللعيبه، هات لي اللقطه اللي فاتت يا سمير لو سمحت، اللي هي الثلاث لعيبه وهم على بيحطوا الشاره على دماغهم. طبعا واضح جدا التاثر الكبير لوفاه النجم احمد رفعت، ولكن انا هنا عايز اتكلم على نقطه تانية. بصوا وشوشهم عامله ازاي. معلش انا باخد بالي من حاجات، لان الحاجات دي بتفرق معايا انا، لان شفتها كتير. اللعيبه كلها تحس ان هي، لا انا عايز وشوش، وشوش قرب الوشوش. انا قصدي ان وشوش اللعيبه تحس ان هي مجهده تعبانه، على الرغم ان هم خدوا يومين. ايوه، لانه انا بفكر كتير، عايز اكسب، عايز افرح ال 70 80 90 مليون اهلاوي اللي عندي، عايز ادي بشكل جيد. فتحس ان كل الوشوش، لو عندك صوره وشوش قريبه هتحس كل الوشوش، لكن هم جازين على دماغه على اسنانهم وبيعملوا كل حاجه. عشان كده بقول لك انه هؤلاء اللاعبين هم ابطال، الجهاز الفني ابطال، وراهم مجلس اداره بيعمل كل حاجة علشان نقدر ناخد الدوري، لكن إيه اللي هيحصل محدش عارف بالمناسبة. فربنا يكرمنا يا جماعة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا 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 هنتكلم عنها في وقتها. ولكن قدرت تكسب طلائع الجيش، هذا الفريق المحترم اللي كان لولا تألق مصطفى شوبيك في الشوط الأول، نتيجة للشوط الأولاني 2-0 لصالح طلائع الجيش. بس خلي بالكم وأنا قاعد، هي دي يا سمير، شكرا، هي دي، اقف اقف، بصوا الوشوش، تحس ان الوشوش ليه؟ عشان مجهدين ولكن واقفين على رجليهم. يعني ايه الوشوش تعبانه، شكلها تعبانه ولكن واقفين على رجليهم بدنيا، هو ده الاهم. ذهنيا بيحاولوا بقى يصفوا واحده واحده. عشان كده كنت بقول لك ايه من يومين، ان اليومين الراحه دول فرقوا كتير جدا جدا، وان اللعيبه دي والله العظيم ثلاثه يمكن انا بحس بيهم قوي، اللعيبه دي ابطال، اللعيبه دي رجاله، اللعيبه دي يعني بجد يستحقوا كل التحيه والتقدير. مش الثلاثه، الفريق كله. انا مش بتكلم على امام وحسين ووسام، انا بتكلم على كل اللاعبين. طب هو انت لما تيجي تتكلم على ماتش النهارده اول واحد تتكلم عنه مين؟ مصطفى شوبير وهذا الاداء الكبير والرائع. ولكن في نفس الوقت الشوط الاولاني حتى لو كانوا دخلوا فينا الجونين، ده رايي انا كاهلاوي، كنت هبقى قاعد شايف ان فريقي وحش الشوط الاولاني، ولكن كنت هبقى متاكد مليون في الميه ان انا هكسب هذه المباراه بسبب ان انا عندي احسن فريق في مصر، مش في مصر بس، في افريقيا، والقادم دائما سيكون افضل ان شاء الله. ربنا يكرمنا. فكولر تحدث كمان بعد المباراه وابدى سعادته بالفوز على طلائع الجيش، والفوز بثلاثه نقاط مهمه في
طريقه لاستعاده الدوري او صداره الدوري الممتاز ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه. 4 ماتشات فارق دلوقتي 57 نقطه اعتقد، و بيراميدز كام يا شباب؟ 68 62 65 68 نقطة بيراميدز، وأنت 57 نقطة. إن شاء الله الثلاث مباريات ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز ونعدي بيراميدز ببونت، وربنا يكرمنا إن شاء الله إن شاء الله في المباراة اللي جاية، مباراة بيراميدز القادمة يعني، وتبقى الأمور أفضل وأفضل وأفضل. 68 نقطة لصالح نادي بيراميدز و 57 نقطة لصالح النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، كولر تحدث بعد المباراة وكان بيبدي سعادته بالفوز على طلائع الجيش، وقال إن أداء النادي الأهلي تحسن في الشوط الثاني لأنه تحدث مع اللاعبين ما بين شوطي المباراة وعمل بعض التغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، مما ساهم في الفوز والحصول على 3 نقاط. قال أيضا إن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد جدا، وان هو بيشكره على هذا الاداء خاصه في الشوط الاول، لانه لولا وجود مصطفى شوبير في الشوط الاول كانت النتيجه 2-0 لصالح. ادي واحده منهم، ده هدف، الكره دي جون اولاني، واحده الاولانيه من هاني اللعيب كويس جدا بالمناسبه، والمتابعه بتاعت الكوره. فالنادي الاهلي الحقيقه كسب حارس مرمى كبير وعملاق وعنده رياكشن غير طبيعي، ربنا يكرمك يا مصطفى، ودايما تفضل حارس مرمى عرين النادي الاهلي في ظل وجود اسماء كبيره جدا زي النجم الكبير كابتن محمد الشناوي اللي له دور كبير جدا، اللي بالمناسبه اتكلم عنه كابتن او مستر مارسيل كولر، وقال ان الشناوي، هو اتكلم عن الشناوي مع الشناوي وقال ان هو هيكون متواجد في المباراه القادمه، واتكلم عن كهربا ايضا وقال ان هو قعد الاسبوع اللي فات تدريبات منفرده لمده اسبوع، وامس فقط في شاركه في التدريبات الجماعيه، لذا كان من الصعب ان يشارك في مباراه اليوم. زي ما قلت لحضراتكم، الشناوي وشوبير الاثنين الحقيقه افضل من بعض، وهيفضلوا المنافسة دي منافسة حلوة للمدرب بالمناسبة يعني. وكولر عشان ثقته الكبيرة في الاثنين بيعمل كده، وبالمناسبة هو كولر قال لي، قال إن الشناوي سيكون هو الحارس الأساسي في المباراة القادمة، مباراة بيراميدز. وأبدى سعادته الحقيقة بمستوى وسام أبو علي وتسجيله للأهداف، وقال إن هو لسه قدامه أكتر وأكتر خلال المرحلة القادمة.